أنا في يوم من الأيام قلت في إحدى التصحيحات أستطيع أن أنادي لخروج ملايين من أبناء البلد، من أبناء هذا الوطن العزيز، من أجل فلسطين، ولا أستطيع أن أخرج الآلاف من أجل الخبز، ولا حتى من أجل الدستور. وهذا يثبت إلى أي درجة الشعب المغربي يعتبر أن فلسطين جزء منه. السفير المغربي بعث لي من يقول لي بأن ممثل الجمهورية الصحراوية، يعني وزير خارجية بين قوسين الجمهورية الصحراوية، موجود. فاتصلت أنا بالدكتور خير الدين، قلت له هذا الكلام، قال لي أينه؟ أخذناه إلى الشخص اللي كان جالسا وحده يأكل الغداء، فوقف عنده الدكتور خير الدين رحمه الله، قال له أنت فلان زي خارجية ما يسمى، قال له نعم، قال له هذا معطفك؟ قال له نعم. أخذه من هنا، والله لا زلت أتذكر المنظر، وأوقفه وأخرجه إلى الباب وقال له هذه المرة تعاملت معك معاملة أخلاقية، مرة أخرى إذا أنت أو غيرك حاولتم انتظروا ماذا سأفعل لكم. مشاهدين الأعزاء، أهلا بكم، سعداء أن نستضيف الأستاذ خالد سفياني، أحد أبرز مناصري القضية الفلسطينية. ارتبط اسمه بمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. الأستاذ خالد سفياني هو رئيس المؤتمر العربي العام. يظل الأستاذ سفياني حاضر طبعا في تطورات القضية الفلسطينية. هذه مناسبة لمحاورة الأستاذ خالد سفياني. نرحب بك الأستاذ خالد سفياني. قبل أيام تم اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. آخر مرة الأستاذ سفياني اتصلتي به؟ كان آخر مرة، قبل آخر مرة كان يوم استشهاد أخته وأبنائها، هم حيث اتصلت به من أجل تعزية وتبريك. أقول تبريك لأن شهيد إسماعيل هنية وغيره من المناضلين المقاومين يعتبرون أن الاستشهاد هو يعني منا من الله سبحانه وتعالى أن يرتقوا إليه، ولذلك سمي نتحدث عن الذي ارتقى إلى السماء. فكانت هذه، وكان بعد ذلك لقاء يعني هاتفي طبعا في موضوع الصين، اللقاء الذي كان في الصين إلى آخره. وكان اللقاء يعني في إطار المهام التي أقوم بها في المؤتمر العربي العام. وما أود أن أقوله بالنسبة للشهيد هو أنني دائما كنت معجبا به كشخص، كمناضل، كقائد. يعني ابتسامة إسماعيل هنية
في وقت الأزمات لن تجدها عند قائل آخر. التزام إسماعيل هنية بثوابت الأمة وثوابت فلسطين وبثوابت المقاومة والتحرير لن تجدها عند الكثيرين من أبناء هذه الأمة. وإسماعيل هنية في يعني بالذات كما قالت بنته في إحدى التصريحات، قالت أخي في البيت ليس هو أخي في ساحة المعركة. وفعلا إسماعيل هنية كان بقدر قوة شخصيته، بقدر سلاسة هذه الشخصية وسلاسة التعامل أو إله، فكنت تحبه في أول مرة تراه. القضية الفلسطينية كانت محل إجماع على المستوى التاريخي في المغرب. أحد مؤتمرات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قال القضية الفلسطينية قضية وطنية. في السنوات الأخيرة هناك من ينازع في هذه القضية ويقول الأولى بنا قضيتنا الوطنية، بماذا ترد على هذا؟ وما الذي يضيع في الموقف من القضية الوطنية وقضية فلسطين وقضية الخبز وقضية الدستور وقضية يعني الحكومة والتغيير السياسي وبناء سدود وفتح الأنهار؟ يعني قضية فلسطين لا تلغي قضية الصحراء، وقضية الصحراء لا تلغي قضية فلسطين. يمكن أن نقول بأن هناك البعض ممن استطاع بعض الأجراء، واسمحوا لي وإن كنت لا أحب تجريح الكلمات الجارحة، بعض الأجراء الذين أقنعوهم بأن فلسطين يعني بالمنطق الصهيوني وبالسردية الصهيونية على أساس أن إسرائيل يعني ناس حمائم وأن الفلسطينيين مجرد يعني ناس يريدون اغتيال اليهود وإلى غير ذلك، يعني بل وصلت الدرجة إلى وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب. لكن هذا يبقى استثناء داخل الاستثناء داخل الاستثناء داخل الاستثناء مع نقط الحذف، يعني لأن الدليل أنا في يوم من الأيام قلت في إحدى التصريحات أستطيع أن أنادي لخروج ملايين من أبناء البلد، من أبناء هذا الوطن العزيز، من أجل فلسطين، ولا أستطيع أن أخرج الآلاف من أجل الخبز، ولا حتى من أجل الدستور. وهذا يثبت إلى أي درجة الشعب المغربي يعتبر أن فلسطين جزء منه. هم يقولون نحن ندعم الفلسطينيين لكن يجب أن نلقى نفس الدعم من الفلسطينيين لقضيتنا الوطنية. يعني الفلسطينيون لم يكونوا في يوم من الأيام ضد قضيتنا الوطنية، وإن كنا عندما نعتبر، وسأعود إلى هذا السؤال، عندما نعتبر بأن فلسطين قضية وطنية إذن نساويها بقضية أقاليمنا الجنوبية المحررة، وبالتالي يزول هذا المنطق، هذه قضية وطنية ولكن
يجب أن تتعلق بالقضية الوطنية. بالملموس الأستاذ خالد، أنت طبعا تخالط القيادات الفلسطينية، كنت على علاقة بإسماعيل الهنية، ماذا كان يقول عن القضية الوطنية للمغرب؟ أنا جاي لأن أولا كل المؤتمرات التي نشتغل فيها هي مؤتمرات تعتبر بالصريح العبارة أو تعبر بصريح العبارة عن رفض أي تقسيم أو تجزئة في الوطن العربي. نحن مؤتمرات توحيدية ولسنا مؤتمرات تجزئية. معنى للتذكير، المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي العربي الإسلامي، أسست القدس الدولية والجبهة التقدمية العربية، وهي كلها إطارات موجودة في المؤتمر العربي العام. نحن دائما يعني قد لا يسمح الوقت بتكرار الحكاية التي حكيت لكم عن مؤتمر بغداد، يعني كمثال في مؤتمر بغداد سنة 1992، مؤتمر القومي العربي نظم في بغداد، كنت أنا رئيس لجنة الصياغة، و صغنا البيان الختامي أو مشروع البيان الختامي، وكنت أتلوه من المنصة ليناقش ويصدق عليه، فإذا بصديق من الجزائر يبعث لي بورقة صغيرة مكتوب فيها: خالد أرجوك اسحب كلمات المغربية حتى لا تحرجنا. لماذا؟ لأنني تحدثت في مشروع البيان عن الصحراء المغربية، يعني لم أدخل في جدار آخر. فتركت الورقة معي وصدق على البيان بالإجماع كما هو. ولما نزلت من مصر قبلت رأس صديقي مصطفى من الجزائر، وقلت له: هذه علي، إن شاء الله أفديها لك في المستقبل. يعني ولكن الارتباط إلى حد الإيمان، لأنه داخل الجزائر جئنا إلى مؤتمر قومي عربي داخل الجزائر، وفي مشروع البيان الختامي ذكر، يعني احنا احترمنا قليلا، لا نريد أن نستغل، ولكن هل هذا هو المؤتمر اللي طلع فيه أمين عام للمؤتمر القومي العربي مهري عبد الحميد؟ الله يرحمه. في نهاية المؤتمر، يعني مشروع البيان فيه أن المؤتمر يرفض أي تجزئة لأي قطر عربي. هذه أواخر التسعينات؟ أواخر التسعينات ربما؟ أواخر التسعينات. فيه في مشروع البيان أن المؤتمر يرفض أي تجزئة لأي قطر أخضر عربي. إخوة سوريين لا زالوا على قيد الحياة قاموا بالاحتجاج. ماذا كان احتجاجهم؟ كان احتجاجهم عن لماذا لم نذكر في البيان بأن الصحراء مغربية. اضطررت أنا، وأنا الذي كنت رئيس لجنة الصياغة، اضطررت أن أخف وأن ألتمس بكل حرارة من إخواني السوريين، وأنا أشكرهم، أن تبقى الصياغة كما هي، لأننا لا نريد أن نحرج أحد. فالصياغة دائما كان فيها رفض مطلق تجزئة. وفي هذه الواقعة السلطة الجزائرية انزعجت؟ نحن نشترط دائما، يعني هناك حكايات، شوف إذا نجي نحكي لكم هذا الشيء كثير، يعني في
ماشي في هذا المؤتمر، في مؤتمر آخر حول الأسرى الفلسطينيين، مؤتمر كبير. وأنا كنت قد طرحت في اللجنة التحضيرية موضوع الصحراء، وقلت الإخوة بالجزائر قد يستغلون هذا، وهذا لن يكون في مصلحة المؤتمر، لذلك إذا كان هناك إشكال فلننظمه في مكان آخر. تدخل بالخادم، والذي أحييه بالمناسبة لأنه حقيقة كان رجل وفي لكلمته، تختلف معه وتتفق معه شيء آخر. قال لي: سيد خالد، أنا أعدك بأن هذا الموضوع لن يذكر على الإطلاق. في اليوم الموالي كان هو عازم الناس للغداء. شنو وقتها؟ هو وزير خارجية؟ كان وزير خارجية، كان وزير خارجية آنذاك، وزير خارجية بالتأكيد. فالدكتور خير الدين حسيب الله يرحمه، أنا آنذاك لم أتصل، لم أكن قد اتصلت بالسفير المغربي. بعد ذلك السفير المغربي بعث لي من يقول لي بأن ممثل الجمهورية الصحراوية، يعني وزير خارجية بين قوسين الجمهورية الصحراوية، موجود. فاتصلت أنا بالدكتور خير الدين، قلت له هذا الكلام، قال لي: أين هو؟ أخذناه إلى القاعة، إلى الشخص اللي كان جالسا وحده يأكل الغداء. فوقف عنده الدكتور خير الدين رحمه الله، قال له: أنت فلان وزير خارجية ما يسمى؟ قال له: نعم. قال له: هذا معطفك؟ قال له: نعم. أخذه من هنا، والله لا زلت أتذكر المنظر، وأوقفه وأخرجه إلى الباب، وقال له: هذه المرة تعاملت معك معاملة أخلاقية، مرة أخرى إذا أنت أو غيرك حاولتم، انتظروا ماذا سأفعل لكم. فعلا بالخادم احتج وكذا، لأنه ما كان عنده علم، وكانت محاولات لإقحام. كيف احتج؟ احتج على أصحابه. على أصحابه؟ لا لا، مش علينا، احتج على أصحابه. لا لا، لم يحتج على ما قام به الدكتور خير الدين، بالعكس. يعني أنا ذاك كنت أنا يعني منعت البيبسي والكوكاكولا، كان موجود في، يعني كان في الليل رئيس البرلمان عمنا عشاء، ولما دخلت إلى قاعة العشاء حوالي 60 طاولة كلها فيها 12 هذه ديال الكوكاكولا أو بيبسي، لما نادوا علي أجلس معهم في المائدة كذا، لأني كنت نائب الأمين العام آنذاك، قلت لهم: لن أجلس معكم، وأنت أيها الرئيس، رئيس البرلمان، عندك 10 دقائق، إذا بقيت يعني واحدة من هذه المشروبات سأنسحب وسأنظم مؤتمر صحفي أقول فيه لماذا انسحبت. الوقت كيمشي بينا. طبعاً في 7 دقائق لم تبقى أي قهوة ديال البيتسيكولا، وفي اليوم الموالي في الغداء يعني قالوا للخادم: شفت شنو هالمشروبات؟ قال لهم: طبعاً بغيت خالد كذلك يعمل لك، يعني هذه على سبيل. الوقت كيمشي بينا.
ما يتعلق باسماعيل هنيه. ايه خليني نكمل. لا خليني نكمل لك هذا الموضوع ديال، لانه ماشي قضيه اسماعيل هنيه. قلت ساجيبك عن هذا السؤال. منذ حوالي سنتين، انا لا اتذكر التاريخ بالضبط، كان قد صدر بيان عن ما سمي بلجنة العلاقات الصحراوية الفلسطينية، وطبعا فيه كلام وكلام المتآمرون هنا وجدوها فرصة. شوفوا، وكتبت أشياء يعني مع كامل الأسف لست أدري إذا كنت لازلت أعتبر بها. شوفوا الفلسطينيين الذين تساندونهم يساندون أعداءكم وكذا وكذا. احنا اتصلنا بالشهيد اسماعيل هنيه. طبعا أنا ذاك لم يكن شهيد. وقلنا له هيك وهيك وهيك، هذا ما حصل. أنت اللي اتصلت بي؟ اتصلت بي أنا واتصل جوج إخوان آخرين. قلنا له هكذا، في اليوم الموالي أو في نفس اليوم أصدر بيان يؤكد فيه أن هذا الموقف لا يمثل في شيء الموقف الفلسطيني وموقف حماس من قضية الوطنية المغربية، وأصدر في نفس الوقت قرار بحل ما سمي بلجنة كذا، لجنة العلاقة، وبمنع أي نشاط له. هذا موقف هنية في الوقت الذي كانت الجزائر تحاول أن تتقرب، وفي الوقت الذي مع كامل الأسف المسؤولين المغاربة أخذوا طريق التطبيع إلى آخره، وهو أمر يسيء لنا أكثر من موقف لجنة. لأن على كل حال لا زال المغاربة يحظون بالتقدير في المشرق، ولكن نتمنى أن يتوقف التشويش على هذا الاحترام، لأنه يعني لو لم يكن الأمر كذلك ما كنت أنا رئيس مؤتمر عربي العام، ولا كنت منسق المؤتمر القومي الإسلامي، ولا كنت أمين عام المؤتمر القومي العربي، علما بأنه لحد الآن لم يسبق لشخص آخر أن تحمل مسؤوليتي المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي. فحقيقة هذا موضوع التطبيع يعني يحتاج إلى ربما حلقات، ولكن أغتنم فرصة لأقول الآن على الأقل ما يجري يلزم المغرب الرسمي. المغرب الشعبي قال كلمته، وقال كلمته في عدة مناسبات، يلزم المغرب الرسمي بأن يراجع موقفه من التطبيع. الكيان الصهيوني ليس هو كيان صهيوني قبل التطبيع. الكيان الصهيوني الآن هو فعلا كما قال السيد حسن نصر الله أوهى من بيت العنكبوت، وأقولها معه وأكررها، أمريكا ليست هي أمريكا قبل 7 أكتوبر. الآن سنرى كيف ستتوزع السلط على المستوى العالمي، وسوف نتأكد بأن أمريكا ليست تلك الأمريكا الببوع، والغرب ليس هو الغرب. يعني احنا الآن مفروض علينا، وأعتقد أن
السلطات المغربية بدأت تنتبه إلى هذا الأمر، يعني كونها يجب أن تنوع علاقاتها وأن لا تتركها في اتجاه واحد. ولكي تنوع علاقاتها يجب عليها أن تراجع موقفها موضوع التطبيع، لأنه عيب. يعني حقيقة أنا كنت صور هذاك اللي صيفط قنبلة لواحد المدرسة وبدأت أرى الأيادي والأرجل تتساقط في المدرسة، وبعد ذلك آتي إليه صاحبي لبس عليك أنت صاحبي ونبقى مسلم، يعني كيف؟ يعني كيف يمكن أن يسمح بهذا؟ إذن هذا موضوع يجب أن يعالج، وأن يعالج خلاص ما جرى جرى. أنا شخصيا لا أطالب برقبة أحد، ولكن أطالب بأن هذا الأحد يقبل الطريق. شكرا جزيلا الأستاذ خالد السفياني، ويتواصل حوارنا معك في حلقة قادمة.